السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نشوف الناس اللي اختاروا الترانسميسيون. بالنسبه للناس اللي اختاروا الترانسميسيون كانت تري فاسيل. كيسيون نيميرو 9، نومي لي زيليمون دو لا بوط دو فيتيس ريبريزونتي فيغور 1. ثلاث نومي هاد لي زيليمون، هاد ليليمون 1، هاد ليليمون 2، هاد ليليمون 3 ايليمون اللي كاين لتحت. هنا عندنا اربر دو سورتي، اربر دو سورتي هادي هي الاربر اللي كتخرج الموفمون فيغ vers les roues, le vers le pont différentiel. Arbre, arbre d'entrée. Il y a l'arbre qui crée le mouvement, le disque d'embrayage qui crée la boîte de vitesse. On a un arbre intermédiaire. Arbre intermédiaire. Il y a l'arbre qui est jibine de l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie. Il y a aussi le mouvement. Arbre intermédiaire. J'ai chevaux effectués au tableau suivant. Les numéros correspondant aux éléments de la boîte de vitesse. Figure 2. On a تعمر هي السميات، تعمر الارقام، هما السميات عطيناهم لك مكتوبين، غادي انت تعمر القيمات ديال كل حاجه. نمشيو ل 2 اللي هي فورشيت. 2 فورشيت، كاين 2 فورشيت، فورشيت ديال بروميي دوزيام وفورشيت ديال تخوازيام كاتخيام. الان اربر بريمير، اربر بريمير هي الاربر اللي كتدخل الموفمون من الموفمون اللي جاي من الموتور كتدخلو وسط لابواط فيتيس. الويت بينيون، ويت بينيون، هذا بينيون، بزاف لي بينيون كاينين. بينيون الويت بينيون. سيس اربر سكوندار، اربر سكوندار اللي هي هادي، اربر سكوندار. سات سينكرونيزور، سات هو لو سينكرونيزور، هو اللي كيدوز الفيتيسات، لو سينكرونيزور هو اللي كتشوفو قدامكم دابا في الصورة. سانك بريز دو كونتور دو فيتيس، بريز de compteur de vitesse ou là c'est le tachymètre ou le fin tirer le câble ou le fin tirer le capteur qui a pris l'information le conducteur بشحال la vitesse باش غادية السيارة. شباب la question numéro numéro 9-3. Identifier le dispositif suivant et remplir le tableau. نعطينا واحد la figure هي هادي، غنعرفو شنو هو لو ديسبوزيتيف اللي فيها، أو ميم طون نعمرو هاد الطابلو هذا. ليليمون نيميرو 1 سميتو توربين، ليليمون نيميرو 2 سميتو بومب، ليليمون نيميرو 3 سميتو رياكتور أولا ستاتور. اللي علينا هو نشوفو لا فونكسيون، كل واحد عنده فونكسيون، ولكن قبل من هادشي حتى نشوفو هاد لو ديسبوزيتيف اشنو هو بالضبط. شنو نعرفو لي زيليمون اللي كاينين هنا. الان توربين شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها ليي ا لا بواط دو فيتيس، سيت رو غوترانسفورم لينيرجي دو لويل انفويي بار لا بومب اون انرجي ميكانيك. هادي كتكون لاصقه مع لا بواط دو فيتيس وكتحول هذيك لينيرجي هيدروليك اللي كتجينيريها ليليمون نيميرو 2 وكتجينيريها لينيرجي mécanique. Cette roue retransforme l'énergie de l'huile envoyée par la pompe en énergie mécanique. Donc l'énergie hydraulique ou l'énergie diesel qui est l'élément numéro 2 qui est l'énergie mécanique. Monsieur l'élément 2 ou là la pompe. Je note d'ordre là. Entraînée par le moteur, c'est ce qu'on l'a comme le volant moteur, donne une force à l'huile qui glisse sur les parois du convertisseur et entraîne la turbine. هذيك كيدور على الموتور بدورها كدور الزيت اللي كتكون وصل الكونفرتيسور وسط هذا ليليمون هذا باش هي كدور هذا ليليمون نيميرو 1 اترافير لويل. نمشيو ليليمون نيميرو 3 شنو هو؟ هو لو رياكتور. شنو الدور ديالو؟ سي ان روتور بلاسي او سونتر دو كونفرتيسور، كيكون بلاسي في السونتر ديال الكونفرتيسور. ليليمون نيميرو 3 سي ان رياكتور. شنو الدور ديالو؟ سي ان روتور بلاسي او سونتر دو كونفرتيسور، تيكون بلاسي في السونتر ديال الكونفرتيسور. اكسيلير لا فيتيس دو لويل بور دوني بلوس دو كوبل دو دي او ديماراج، هو اللي كيدو تيزيد لاكسيليراسيون، كيزيد اكسيليري الدورة ديال الزيت باش يكبر لو كوبل في لو مومون ديال ديماراج ولا في او مومون ديال التقليع، انت تبغى تقلع الطوموبيل. نمشي نشوفو شنو هو بعدا هاد لو سيستيم اللي كنا كنهضرو عليه. ايدونتيفي دو ديسبوزيتيف، ايدونتيفيكاسيون دو ديسبوزيتيف، ايدونتيفيكاسيون دو ديسبوزيتيف اللي هي سي ان كونفرتيسور دو كوبل، كونفرتيسور دو كوبل. كاين ان كونفرتيسور تيكون سامبل ما تيكونش فيه لو رياكتور، وكاين ان كونفرتيسور دو كوبل هو اللي تيكون فيه لو رياكتور، بيناتهم اختلاف كبير. نمشيو لو دوسيي 2 اللي هو لو ترافو، لي ترافو براتيك، باش تعرفوا قدر ما هو
شحال هو سهل. هنا كاين 22 بوان 22 بوان على من على ود هاد البلايكات هادو اللي كاينين هنايا. نمشيو نشوفو لا ريبونس ديال ال A1 لا كيسيون اكسبليكي لا سينيفيكاسيون دي سين دو سيكوريتي دون لي زاتيليي ريبريزونتي سور لو طابلو سويفون. هنا غتشرحوا لنا شنو ممكن يعنيو هاد هاد لي سي هاد لي بلاك دو سيكوريتي اولا لي سين دو سيكوريتي اولا كيتسماو لي بيكتوغرام. لي بيكتوغرام هاد الاولى شنو كتعني؟ با دو فو اوفر يعني ما ديرش او كان سورس دو شالور ما ديرش شي مصدر الحراره في هاد البلاصه هادي. غالبا كتكون معلقه هاد لي بيكتوغرام كاملين تيكونوا وسط لي زاتوليي اللي غادي نخدموا فيهم ان شاء الله بعد ما ناخذوا لو ديبلوم. وقبل ما نخدموا في هاد لي زاتوليي خصنا نكونوا عارفين اللونغاج اللي كيخدموا فيهم واللونغاج اللي كيكون تما كور. البلاكه الثانيه هاد الصفره اللي في هاد العلامه اتونسيون لو سين لو سين دو تريانغل ديما كيقول لك اتونسيون و لو سين دو سيركل اون روج يقول لك انترديكسيون. هنايا افيرتيسمون اتونسيون روتونسيون كاينه لا روتونسيون نرد بالك. نمشيو لوطخ كيستيون اللي فيها الانترديكسيون ديفونس دو فيمي ممنوع هنايا الكمايه تكمي ولا تشعل السيجاره ديالك ولا المسائل ديفونس دو فيمي ممنوع. نمشيو للبيكتوغرام الاخرى انفلامابل تتكون بعض المرات شي برميل اولا ان فيو اولا بوتاي اولا كتحتوي واحد الماتيير الداخل ديالها انفلامابل كيكون فيها هذا السامبول. اتونسيون هاد الماتيير هادي راه انفلامابل. نمشيو لوطخ انترديكسيون با دو بييتون هنا ممنوع شي واحد يدوز على رجليه با دو بييتون. نمشيو نشوفو لوطخ بيكتوغرام اللي هادي ترافيك شاريو اليفاتور ا فورش يعني تيدوز من هنا ان اليفاتور رد بالك اتونسيون راه تيدوز من هنا اليفاتور يقدر تجي معاه. العلامه الثانيه اللي في الانترديكسيون نو با يوتيليزي d'eau pour éteindre un incendie. Ne pas utiliser l'eau pour éteindre un incendie. ما تخدمش الماء باش تطفي واحد العافية هنايا. ممنوع تخدم الماء باش تطفي العافية. هاد لا ماتيغ هاد التريونغل هذا كيعني attention, avertissement, attention, un produit toxique. منتوج سام. رد بالك. متفقين؟ هنا أربعة د البوان جبناهم. مزيان سي فاسيل. نمشيو نشوفو لوتر كيسيون لي كونسين ا ريسبكتي لور دو لوتيليزاسيون دان بون اليفاتور. شنو هما الاحتياطات اللي نديرهم ملي نبغي نخدم بون اليفاتور؟ سي سامبل. شنو هما الاحتياطات اللي ندير ملي نبغي نطلع طوموبيله في بون اليفاتور؟ اول حاجه ليبيري لار بريفي بور لو فيكول هذاك الاسباس اللي غتكون تدخل فيه الطوموبيل خصو يتليبيري ما يكون فيه حتى حاجه. Libérer l'air prévu pour le véhicule. Ou libérer l'espace prévu pour le véhicule. Pas de bras pivotants sur le passage d'objets, sur les rangs. Yani, awel haja, libérer l'air ou l'espace pour le véhicule. Tani haja, positionner le véhicule de manière à répartir le poids. Dima ghatta bwahed tariqa bach ykoun le poids mfarraq ala le pont élévateur. Ma ykounch wahed jiha alayha tqil wahed jiha khfifa. Équitablement entre l'avant et l'arrière. دو بون يعني ما تكونش هاربه لقدام بزاف او راجعه للور اكثر من القياس. ميتي لو فيكول اون بريز اي تيري لو فران ا مان دير الفيكول اون بريز يعني فيتاس وتحيد فران ما. هاد القضيه هادي ماشي ديما تدار على حساب الخدمه اللي عندي في الطوموبيل. المهم هو يكون الطوموبيل تحط في السونتر ديال البون اليفاتور باش ما يكونش تقل على قدام لا على اللور. الحاجه الثالثه سور ان بون اغون بوزيسيوني لي كال fourni par le fabricant et vérifier la présence des butées de fin de rang à l'avant du pont. Li kikon عندك داك البون اللي ما فيهش لي بغا فيه بحال الشكل ديال القنطره كطلع فيه الطوموبيل ضروري خصك تكون مأكد بان كاين ديكال لقدام باش الطوموبيل ما تمشيش لك لقدام وتكون مأكد بان داك لي كال لورانيين اللي هما قدامكم في الصوره وما هذوما لي كال افون لي كال اغيير تي خصكم يكون تاكد منهم بانكم باش تمشي تهرب شي طوموبيله قدام اولا اللور. الحاجه الرابعه سور ان بون ا برا بيفوتون بوزيسيوني دي برا فيرويي لي بوي اكزيرسي اون بوسي لاتيرال دي سو بور فيريفيي لور بلوكاج. ملي تيكون عندك ان بون لي فيه لي برا بيفوتون كيمشيو كيجيو ضروري قبل ملي كتحطهم تحت الطوموبيل ضروري خصك تفيرويهم دير لهم فيروياج عندهم ان فيرويج اوتوماتيك اولا الا ما كانش فيهم كدير فيرويج وتتزعزعهم شويه باش تتاكد بانهم راهم ثابتين في بلاصتهم. الحاجه الخامسه اللي هذه لوفي لو فيكول دون 30
trentaine de centimètres et exercer de légères poussées. زاش الطوموبيل شويه ديكول على الارض وحاول تزعزع الطوموبيل بشويه باش تتاكد بانها راها ثابته. Légère poussée latérale sur les ailes de véhicule pour tester sa stabilité. باش تيستير راها شاده مزيان. متفقين؟ هاد اربعه لي بوين وحدين اخرين. Les consignes de sécurité à prendre lors d'une intervention sur un moteur tournant équipé d'un système d'injection diesel haute pression. Ni que kon khdam fwahed le moteur fi injection diesel haute pression comme ray, chna huma les consignes li ghanakhd bach ma tadash ou bach ma tadash li hatta tonobil. Pas d'intervention sur le circuit haute pression carburant, moteur tournant, mais kon le moteur khdam ou kaydor, ma ndirch une intervention fi système haute pression, le circuit haute pression. La haja tania, ne pas approcher les mains, les yeux d'un lieu de fuite sur le circuit haute pression. من قرب شديه او العينيه من او لو كور ديالي كاع من شي بلاصه اللي فيها fuite ديال la haute pression. Ne pas débrancher les connecteurs des injecteurs. ما تحيدش les connecteurs des injecteurs. ماشي ديما mais à éviter en principe. مشيو la question A4. Compléter le tableau par les outils ou instruments de mesure pour effectuer les opérations citées ci-dessus. هنايا عندنا دي زوبيراسيون او دي ميزور افكتوي اون نعزلو شنو هما لي زوتي اللي نخدمو معاهم. اول اوبيراسيون كونترولي لو كورون ابسوربي باغ ان ديمارور. واحد ديمارور تي ابسوربي واحد الكورون. شنو هو لوتي اللي غادي نخدم هنايا؟ لامبيرمتر. غنخدم ان امبيرمتر. كونترول لاليزاج دون شوميز. بغيت نعبر لاليزاج ديال واحد الشوميز. شنو هما لوتياج اللي غادي نخدم؟ غنخدم كومباراتور d'intérieur. Comparateur d'intérieur. L'hajat telta, effacer les défauts mémorisés dans le calculateur. Bout n'msah les codes défauts les msajlin ost le calculateur. Chno khassni ndir? Chno l'appareil khassni nkhdem? Appareil de diagnostic. Quelconque. Yani bzaf les appareils kayen. L'opération rabaa, mesurer le voile du disque de frein. Bout n'abar le voilage du disque de frein. Chno l'outillage li nkhdem? Nkhdem le comparateur à cadran. Comparateur à cadran. On a un comparateur tout simplement. Le hajar khamsa, ou le contrôle khams, contrôler le jeu au sopap. On a le jeu de sopap. Je n'ai pas l'outillage de l'inchidem. Jeu de cal. Jeu de cal. Le yérik tem confessora. L'opération numéro 6, serrer avec un couple de serrage. Ren serrer avec un couple de serrage. Je n'ai pas l'outillage de l'inchidem. Ou l'outil de l'inchidem. Un khidem clé. Dynamométrie. Amchir la question numéro A5. Relevez les mesures sur la figure 1. Adna wahed la figure hnaya. Adna le 1 vernis 1 dixième ou vernis 1 vingtième. Adna deux pieds coulisses différentes. Wahed ki tsma un pied coulisses 1 dixième. Wahed ki tsma un pied coulisses 1 vingtième. Mtafqin? Adna wahed la valeur hnaya ma'boura. Ghadi n'atayou chnou chhal la valeur diyala. ديما لا فالور كنقراوها على حساب لو زيرو دو فيرني. لو زيرو دو فيرني هو اللي تيقرينا العبار اللي كاين. مثلا هنا عندنا كاين 4 5 6 6 اي كيلك. غنعرفو شحال العبار اكزاكت. 42.7 42.7. هاد البياكوليس عطانا بان في هاد العبار كاين 42 مليمتر فاصله 7 42.7. متفقين؟ نمشيو لا فالور الثانيه ديال 1 20 وغنلقى بان عطينا 63.25. نمشيو نشوفو عاوتاني. هنا عندنا ان بالمير. غولوفي لي ميزور سور لا فيغور 2. فيغور 2 هذا البالمير في الاول. هذا الاولاني عطينا 35.34 وهنا عطينا 48.95. لا ديفيرونس اللي كاين بين هذا البالمير وهاد لي دو بي كوليس هو لا بريسيزيون. لا بريسيزيون هنا كنعرف بان البالمير تيعطيني الديتاي ديال 1 سنتيم يعني جزء مئوي من المليمتر يعني كيعطيني بريسيزيون اكثر من البي كوليس بزاف. هنا كيعطيني جزء من 10 ديال المليمتر بحال تيقسم المليمتر على 10 وهنا كيعطيني جزء من 20 ديال المليمتر. متفقين؟ هادي لا ديفيرونس اللي بيناتهم هي لا بريسيزيون. نمشيو للبي بي 1 لي زوبيراسيون دونتروتيان ا افيكتيو سور ان فيكول اوتوموبيل. شنو هما لي زوبيراسيون دونتروتيان اللي نقدر ندير على
طوموبيل شانجمون فيلتر سي سامبل سي سامبل خمسة دي لي بوين فابور شانجمون دو فيلتر غازوال او ايسانس شانجمون دي بوجي دالوماج شانجمون لويل دو ليبريفيكاسيون شانجمون دي بلاكيت دو فران شانجمون دي زامورتيسور هادوما لي زوبيراسيون دونتروتيان لي نقدر ندير على طوموبيل لي كونترول بريليمينير ا رياليزي sur le système de refroidissement en cas d'une surchauffe du moteur. Mais qui nous bien le moteur, tisseront bzef. Je n'ai pas les contrôles préliminaires l'indir le système de refroidissement. C'est simple. Si on calibre le niveau vase d'expansion, on calibre le niveau d'iel liquide de refroidissement. La chose deuxième, fuite externe. On calibre où je kiffe fuite externe ou là à la barre. La chose troisième, connexion électrique. On cherche fichier où je traque bien d'iel capteur, d'iel ventilateur où je traque bien ainsi de suite. On calibre thermocontact enchaînant les deux fils de connecteur thermocontact il y a quand on a fait thermocontact quand que tu l'aqi hadouk les fiches باش نشوف الفونتيلاتور واش خدامه اولا ما خداماش ريبارتيسيون دو تمبيراتور سور رادياتور نقلب الرادياتور واش كيدور الماء ولا ما كيدورش الماء لا بعض المرات الرادياتور كتلقى جهه بارده وجهه سخونه يعني الماء راه ما كيسيركليش يعني البومبه د الماء راه ما خداماش اولا الثيرموستات مسدوده يعني سي دو سويت لي كوز دو بويمون de l'eau à l'intérieur du vase d'expansion. شنو هما الحوايج اللي تخليو الماء يبقى يبقبق وسط القرعه ديال الماء في الفاز ديكسبونسيون؟ اول حاجه لو جوان دو كيلاس. جوان دو كيلاس ا شانجي خصو يتبدل بومباو ديفيكتيوز فونتيلاتور ديفيكتيوز اللي كانت البومبه ديال الماء ما خداماش ولا الفونتيلاتور ما خدامش. شو دابا السي Après l'intervention sur le circuit de freinage d'un véhicule automobile, il vous est demandé de purger le circuit de freinage. بعد ما خدمتي شي خدمه وسط السيركوي دو فريناج انت مطالب باش تبيرجي الفران متفقين لو طرافاي دوموندي ديكريغ لو مود اوبيراتوار بور لا رياليزاسيون دو لا بيرج دو سيركوي دو فريناج ما تخلعكمش الشباب ما تخلعكمش السميات هنا اللي مطلوب منك هما توصف لنا المراحل ديال البيرج منين دزتي شنو المراحل ترتبهم ديكريغ لو مود اوبيراتوار بور لا رياليزاسيون de la perche du circuit de freinage. Aول حاجة شنو هي؟ Matériel, توجد le poste de travail ديالك. Préparation de poste de travail. Matériel, consommable et documents nécessaires. Chiffon, zit, autre document باش تجبد la quantité de zit اللي خصك دير et ainsi de suite. وحتى la procédure. الحاجة الثانية, organiser son poste de travail. تقاد البوست دو طرافاي تحط الطوموبيل ديالك في البون او لا في واحد البلاصه تكون مساويه والمسائل ديالك تقاد البوست دو طرافاي ديال الحاجه الثالثه غولوفي دون لو غوفي تكنيك دو فيكول نجبدو ناخذو الغوفي تكنيك دو فيكول وناخذو منه لي كاركتيرستيك دو سيركوي دو فريناج شنو هما المميزات ديال السيركوي دو فريناج لو تيب دو دوبل سيركوي واش ناخذو شمن تيب دو سيركوي باش نعرف منين نبدا واش نبدا اغوش لا دروات لا افون ولا اغيار متفقين باش نعرف منين غنبدا لابوش ديالي ناخذ منه لو تيب دو ليكيد دو فرودي دو ليكيد دو فران بريكونيزي ناخذ منه لو تيب دو ليكيد دو فران بريكونيزي غالبا لو تيب دو ليكيد دو فران تيكون مكتوب في البوشون دو ريزيرفوار دو ليكيد دو فران غالبا كتكون دوت 4 او لا دوت 3 دي او تيرا هضرنا عليه هذاك النهار في لو فيديو ديال هضرنا فيه على لي بنوماتيك هضرنا بان دي او تي كتعني ديبارتمنت اوف ترانسبور ندخلوا للمرحله ديال رياليزي لانترفونسيون ملي كنكون بريباريت البوست ديالي وجبت المعلومات وبريبارت كلشي دابا نبدا في الخدمه اول حاجه غندير retirer les bouchons des purgeurs et ouvrir le purgeur arrière droite exemple en le tournant d'environ un quart de tour تتحل البوشون ديال البيرجور كاملين وكتبدا بالبيرجور ديال اغيير دغوات اللي تكون بعيد على الكونديكتور الشباب بعد ما هضرنا قلنا في المرحله الاولى ديال البيرج باش نبدا البيرج روتيغي لي بوشون دي بيرج دوك لي بيرج تيكون عندهم دي بوشون كما كتشوفوا دابا في الصوره وتنبدا ديما من الرويضه البعيده لاغيير دغوات اللي كتكون ابعد رويضه على الكونديكتور من تما كنبدا وكنتبعها بالرويضه الاخرى اي انسي دو سويت حتى تنكمل لا بيرج ديالي المرحله الثانيه في لا بيرج شنو هي بلاسي لو تويو سور لو بيرجور اي فير trempé dans la bouteille. هذه هي لا بوتيل وهذا هو التيو ديالها اللي كتشوف قدامكم. تندير التيو في البيرجور وكنخشيه في القرعه باش ما نكرفش الطوموبيل وباش ما نكرفش راسي وعارف بان هذيك الزيت الا مشات تهبطات على لي بنوماتيك راه كتاتاكيهم مزيان. نمشيو للمرحله الثالثه. افيكتوي لا بيرج فير ابي سور لا بيدال دو فران اوفرير لو بيرجور اي لو رفيرمي دي كو لا بيدال اي او بلانشي. هنا كنبقى نبومبيو الفران واحد المرحله واحد العدد ديال المرات حتى كنحس بان الفران قصح شويه وكنبقى مورك على البيداله وان اوتر بيرسون هو اللي غيحل البيرجور باش تخرج ديك لي بول دار. فير ترومبي لونتومون
et bien à fond sur la pédale. Un bon bchouia ou bjet. Dès qu'il est au maxi, restez en appui sur la pédale. Le purgeur. Ouvrir le purgeur et le refermer dès que la pédale est au plancher. Mais une fois que tu sors la pédale, la planche, le purgeur, répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à qu'il ait plus de bulles d'air à chaque roue. L'opération est dans l'ordre indiqué en fonction du type de circuit. Circuit le revue technique. Faire le niveau du bocal avec du liquide neuf. Après la purge de chaque roue, la pédale doit rester ferme et non élastique, sinon recommencer la purge. Remettre les bouchons du purgeur. Stable ou là il me cache le cœur c'est n'aude dire la purge d'elle. Marhala al-khamsa, essayer le véhicule si le freinage est correct, mais avec encore une course de pédale trop longue, il faut vérifier le fonctionnement des rattrapages automatiques. Il a jarab stambe hna ou lqit bien la course de pédale mazal tawila, نقلب le rattrapage de jeu automatique d'elle, les mâchoires de frein à main de frein arrière. Monsieur, la procédure pour activer la pompe à carburant. La procédure pour activer la pompe à carburant sans faire tourner le moteur et en toute sécurité. On a qui n'a pas de la pompe de gavage, les dans le schéma de Foucanier, l'injection diesel haute pression, qu'est-ce qu'on a qu'on a moteur à essence. Avec la pompe de gavage, parfois quand on محتاج نتاكد منها واش خدامه اولا ما خداماش اولا نبغي نخوي الريزرفوار شي مره من الكاربيرون اولا كنبغي ناخذ ايشانتيون ديال الكاربيرون و تنبغي نخدمها بلا ما نديماري الموتور كيفاش ندير شنو هو الحل باش نخدم هذيك لابومب حنا عارف من هذيك لابومب عندها ان غولي عندها غولي اللي تيخدمها الحاجه الوحيده اللي غنديروا هي شانتي لو غولي دالمونطاسيون دو لابومب غنشانتي اونت لا بورن 30 et la borne 87. Donc juste les branches bin 30 ou 87 باش تخدم la pompe ديالي. نمشيو ل C3 4 pointillés. Commentez les signaux relatifs sur S1 et S2. عندنا واحد جوج الكابتورات S1 و S2. كل واحد فيهم غادي يعطينا un signal. وهنايا شنو هما هاد لي كابتور؟ هادو كابتور دوكسيجين او لا سوند لامدا. هاد كابتور اوكسيجين كيكون انستالي في الكولون ديشابمون او لا في كاناليزاسيون ديشابمون. وحده كتكون انستالي اون امون، وحده كتكون انستالي اون نافال ديال الكاتاليزور. بجوجهم كيعطيونا ان سينيال. هاد الاس ا عطاتنا هاد لو سينيال في هاد لا فورم، هاد اس دو عطاتنا هاد لا سينيال في هاد لا فورم. شنو غنطلب منا حنايا؟ كومونتي لي سينيو غولوفي سور اس ا اي اس دو. انا نعطيو ان كومونتير او تعليق على هاد لي دو سينيو. شنو هو التعليق اللي نقدروا نعطيوه؟ لي دو سينيو دي دو سوند لاندا سون ايدونتيك. هاد لي سينيو راهم بحال سولا فو دير كو la teneur en oxygène en amont et en aval du catalyseur est identique. هنا تيقولنا هاد لي سينيو راهم بحال متفقين. هادشي كيعني بان لا تونور اون اكسجين، هذيك نسبه الاكسجين اللي خارجه من لا كولون ديشابمون، راها بحال فلامون وبحال فلافال ديال الكاتاليزور، بحال في الدخله بحال في الخرجه. يعني لو كاتاليزور اي او موفيز ايطا. لو كاتاليزور اي او موفيز ايطا، يعني الكاتاليزور راه ما خدامش مزيان، ما كيديرش الخدمه ديالو اكزاكت. نمشيو سي 4. لي دو فاز بوندون ليكيل لا بيرج دي كانيستير نو دوا با سيفيكتوي. كنعرف بان عندنا في الموتور ايسونس عندنا واحد لو سيستيم سميتو بيرج دي كانيستير. وقتاش ما كيدارش هاد لوبيراسيون؟ وقتاش ما كيتفتحش هاد لو سيستيم؟ شنو هما لي فاز؟ لي دو فاز اللي ما كيخدمش فيهم لو بيرج كانيستير. لي دو فاز بوندون ليكيل لا بيرج دي كانيستير نو دوا با سيفيكتوي. لا فاز الاولى هي موتور او رالونتي، موتور في رالونتي ما تيخدمش لو كانيستير. والفاز الثانيه موتور اون فيبل شارج، ملي كتكون هي مكسيري شي شويه فيبل شارج ما تيخدمش لو كانيستير. هادو هما لي دو فاز اللي ما كيخدمش فيهم الكانيستير، في الرالونتي و فيبل شارج. نمشيو نشوفو لي كونترول بوسيبل ا ايفيكتوي سور كابتور دو فيتاس دو رو، سوا كابتور باسيف اي كابتور اكتيف. انا غادي نعزلو غنسيليكسيوني كاين كابتور باسيف كاين كابتور اكتيف. كنا كنعرفو بان لو كابتور باسيف هو اللي كيعطينا لو سينيال الترناتيف او لا سينيال سينوزويدال، والكابتور اكتيف هو اللي كيعطينا ان سينيال كاري. دابا حنا نعرفو شنو هما لي كونترول اللي نقدرو نديرو عليهم.
بالنسبه للكابتور لي كونترول بوسيبل على كابتور باسيف. نبداو بالكابتور باسيف. شنو هما لي كونترول نقدروا نديرو؟ بروبرتي دو لا سيبل دو كابتور، نقدروا نقلبوا لا بروبرتي ديال الكابتور لو ميم اي لا سيبل اللي كيشوف فيها كتكون في لاصقه يا اما في الكاردون او لا كتكون لاصقه مع المويو اللي كيقلبوا لونتروفير. شنو هو لونتروفير؟ كيسكي لونتروفير؟ لونتروفير هو هذاك لي سباس اللي تيبقى بين لو كابتور اي لا سيبل، هذاك لي سباس دو كيلك ميل دو كيلك مليمتر 1 مليمتر كيلك، هو هذاك لي سباس اللي سميتو لونتروفير. هو هذا تيبان قدامكم في الصوره لونتروفير. نقدروا نقلبوا لا ريزيستانس دي كابتور، نقدروا نعبروا ليه لا ريزيستانس ديالو شحال كتكون فيه. متفقين؟ نمشيو دابا لي كونترول بوسيبل على كابتور اكتيف. نقدروا نعبروا ليه حتى هو لا بروبرتي دو لا سيبل اي دو كابتور، نعبروا ليه النظافه ديالهم، ونقدروا نعبروا لونتروفير اوسي، حتى لونتروفير ديالو سي تري انتريسون لان لا كاليتي دو سينيال ديبون ديال لونتروفير. ونقدروا نعبروا ليه لا طونسيون داليمونطاسيون دي كابتور، مي لا ريزيستانس ما نقدروش نعبروها. اتفقنا الشباب؟ استودعكم الله، وكنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان معنا في هذا الاكزامان، وكنتمنىكم تكونوا خدمتوا ديجا مزيان، وهذه المعلومات هما اللي تكونوا حطيتوا في لي فوي ديالكم. اي بون كوراج.